احكي للاخوه حصل ايه لو سمحت. ما انا حكيت لهم انا ماشي في هذا الراوند اباوت اللي هو اللفه البدان دي، ماشي في طريق وعمال الف يمين. لقيت واحد بثواني يا اسمح لي، انا اسمح لي اخويا اسمح لي. كان في واحد بريطاني ماشي مع واحده فلبينيه، دايما يحبوا البريطانيين يتزوجوا الفلبينيات. تايلاند. انا عندي واحد انجليزي الوحيد اللي صاحبته في حياتي انجليزي اشتغل معه، بيموت في الفلبينيات يعني. صحيح. كل ما الاقي واحد يقول لي بص بص على ديت الانجليزي ده اللي كل معاه اللي جاي. فانا بص لا يعني سيستر محترمه الفلبين يعني جميله، بس يعني ما هو الجمال القاتل يعني مثلا زي الجمال البريطاني، بس هو يعجب بيها جدا، يقول لي هذه هي اللي انا احبها. فشكل الانجليز بيحبوا التان يمكن، ولا السمراء البشراء بشراء البشراء. يمكن لانه عايزين البشره السمراء. تلاقي الابيض عايز واحده سمنتها شويه غامقه، والغامق عايز واحده بيض. يا ابني الاخوه الان وصلوا الى مرتبه هتلوم اي واحده، خلاص اي واحده بتمشي الاخوه طبعا لكل مش ليس، بس بعض المساكين والله لو بتلمسهم امرأة هيك بس هيك جسمهم ينطفد، لانه الحلال اصبح صعب يا اصدقاء. والله الفتيات والعائلات بيعقدوا الزواج، فاصبح الحرام سهلة والحلال صعبة. تيجي تتجوز من بنت يا اخي تقول لها انا والله دارس ومتعلم والحمد لله عندي دين وعندي خلق وجاي طالب الحلال، ويقول لك انا عايز 1000 باوند ما اعرف مقدم، وعايز بيت، وعايز يكون عندك 6000 مؤخر، وعايزك تدفع لي ثمن مش عارف ايه. فانت تقول خلاص انا مش عايز، خليني اعزب احسن، كانه بداخل عامل ليست التسوق. طبعا بما انك في اوروبا يا صديقي صعب شويه انه عائلتك تعرفك بفتاه احسن تقابلها في المدرسه، صعب شويه. فتاه مسلمه زي ديانتك، طيب ايه الحل؟ تدخل على مواقع التواصل الزواج الاجتماعي. ايوه على حد هيعبرك هناك كمان على غرار موقع سنجل مسلم البريطاني. هذا موقع كريه تكره فيه حياتك. ليه؟ احكي للاخوه السبب. ايوه في بقى ميزه في هذا الموقع، ان انت تنظر على ملف البنت، يعني تدخل على ملفها تنظر عليه، وبعد ما يعجبك تبعت لها رساله. طيب فانت تلاقي سيستر يعني تقول عجبتني هذه السيستر، تدخل على ملفها تعجب فيها، تيجي تبعت لها رساله تلاقيها عامله لك بلوك. دي مش سيستر بقى. دي مش سيستر مان، يعني هي شافتك ان انت دخلت عندها. دي شرشر مان، شرشر. ما حتى لم تنتظر ان انت تبعت لها، عملت لك بلوك حتى ما تبعت لها. يعني هي عملت لك بلوك، هي شافتك داخل عندها، ما هو بيطلع عندها مين اللي داخل عندك. فانت مبسوط داخل عمال بالكيبورد عايز تكتب، عايز تقول لها السلام عليكم انا رجل محترم. كام داون ماريو. لا تلاقي عملت لك بلوك قبل ما تبعت الرساله. يعني هي اللي شافتك ان انت دخلت على البروفايل بتاعها. نعم. عارفه ان انت هتبعت لها رساله والله قبل ما تبعت لها رساله عملت لك بلوك. ولو بعت لها رساله وحصل انها ما عملت لك بلوك ما بتفتح على رساله. عيب. ولو فتحت رساله هتعمل لك ان يعني اجنور، هتعمل لك عيب اجنور. يعني انت تقول لها السلام عليكم، اسمي كذا، ابي كذا، امي كذا، وعايش هنا وبشتغل في هذا المجال، احب اتعرف عليكي، والله انا ابغى الحلال. ما ترد عليك البنت، ما ترد عليك احتراما. رد يقولي لا انا ما مهتم، قولي تفو. رد يقولي تفو. ما هي المشكله ان بس ما بترد في كذا واحد. لا ليتس جيت سيريس. في كذا واحد بيبعت لها في المواقع مان، في كم براذر باكستاني بنغالي افريقي عربي في لندن، ملايين الملايين، وكله اللي متجوز عايز يتجوز رقم 2، والامام اللي هو المفروض عنده الليسته هو عمال شغال مع نفسه يختار من الليسته اصدقاء. والله الامام بيختار من الليسته، الامام اللي ذا بيست، هو بيتشيك اوت ذا بيست. يعني سيستر تكون مثلا اسلمت جديد مثلا، تروح عند الشيخ في المسجد تقول له انا ابحث عن ابن الحلال لسه مأسلم جديد، اول ما يشوفها شقره وبتاع يوم قال لها والله انا ابحث كمان يعني. صحيح بيقول لها. فيوم واخدها هو الشيخ. هو بيعمل كده؟ الشيخ بياخدها. يعني انت اصلا ما عندكش فرصه يعني. يعني هو الشيخ هيجيبها لك ليك. يعني انت متخيل الشيخ هو قاعد لك هنا في المسجد، تجي له واحده حلوه كده ولسه مأسلمه وملظلظه كده ومش متجوزه من قبل.
ويكتب اسمها في الليسته ولا انا هجيب لك واحد ويجيب الاخوه يقول لهم دي يبقى انت رجل درويش. ده اول حاجه حلها هشرح لها سوره النساء مثنى وثلاثه ورباع. حلهم انا حلها والله يا سيستر انا متزوج لكن في الاسلام شرعا يجوز. فيوم واخدها لي زي صديقي واحده اسلمت فاول شيء قال لها هي معجبه فيه بصديقي. هي واحده اسلمت معجبت بصديقي قالت انا عايزه اتزوجك. تخيل اول شيء قال لها انا لو اتزوجتك هتزوج عليك مره اخرى لانه الاسلام يجوز لي. انت رايح فيه يا ابني ايه عيب كده والله. قال لها كده مسلم. البنت لسه مسلمه بقى لها اسبوع قالت له انا اسلمت معجبه فيك عايزه اتزوجك. راح الاخ هذا قال لها لو انا تزوجتك راح اتزوج عليك. يعني حرام السيستر لسه مسلمه هتقول لها على طول عايز اتجوز عليك يعني. وقعد بقى يقنعها بقى يحاول يقنعها. استغفر الله مش يعني هنذكر الاخ الاخلاق قصدي ما فيش الاخلاق في العقل ما فيش الاخلاق. عيب يا صديقي يعني الست لسه مسلمه اول حاجه كده يعني عايز اتجوز تقول لها انا هتجوز رقم 2. بعدين يمكن لو انت فعلا عايز يعني في مشاكل او شيء ما اعرفش او حصل حاجه او انت تلتزمها بس سبحان الله يعني هذه ارزاق. لانه الرجل سافر على رومانيا سبحان الله لقت بنت لقطه ما شاء الله الله يبارك له لها وتزوجها وهي لسه يعني في محمل لسه العزوبيه بتاع 16 17 سنه وطلقتها ما شاء الله جميله جدا. انت يعني خلاها تسلم وتزوجها. وبعدين قال لي انا كمان عايز اتجوز واحده ثانيه يعني. قال لها نفس الكلام بالضبط. شكله رجل وسيم الله اعلم يمكن البنات بيحبوه. طبعا الله يبارك له. احنا في هذه القناه والله يا حكيم الزواج ارزاق يعني والله. طب انا عايز اقول لك حاجه مار انه طبعا كل شيء ارزاق. في بعض الناس تقول لي مار الزواج قسمه ونصيب اقول له لا اخطات كل شيء قسمه ونصيب. سواختي لهذه السياره قسمه ونصيب. فصحح معلوماتك الزواج ليس قسمه ونصيب كل شيء قسمه ونصيب كما تقول الايه في سوره القمر. طيب يبقى كلامه صح ما انت بتقول كل شيء. الراجل ماشي في نص الطريق ده مصر. زواج قسم ونصيب عشان يعمل سوشيال ديستانسينج اتنين ماشيين هكذا. ده الدكتوره بنت زمور. السلام عليكم الدكتور ما شافني الدكتور. انا جاي وانا جاي كده عملت له بيب برضه ما شكله الف واحد بيعمل له بيب يو ذا لاف. الدكتور هذا ما شاء الله محترم رجل مسلم يصلي معنا. اول ما شاف ناس جايين من الناحيه دي راح نازل على الطريق حتى يعدوا وبعدين دخل مره اخرى. تصور لحكيم هذه المناظر الجميله للاخوه. طب لازم نعمل بي شوت بس ثواني ما نعمل بي شوت. طب اصدقائي كان كلام بس طليق كده مع المشاهدين. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. اضرب اللايك البسيط دعم للقناه وعلى صراحه ماهر. جزاكم الله خير اخوتي وشكرا.